هاي الاخطبوطه دابا غنقطعوا لها الراس ديالها على المستوى ديال العينين وننظفوها ونحيدوا لها القلب. حنا ديجا نقيناها وغسلناها بزاف د المرات. هاي كيفاش غنقطعوا من جهه العينين. وما غنستعملهاش كلها، غنخليها للصالات حيت ما شاء الله ديجا كبيره. وها كيفاش كتحيد ليها العين ديالها. اول حاجه هو القلب، تبارك الله كيكون عندها ثلاثه ديال القلوبه. دابا العين كتحيد. وهي ديجا منظفه، كيكون فيها بحال الشكل ديال الدجاجة، كتكون هي الطبيعية وبحال العظم ديالها ولا شنو كتسمى. كنحيدوه، وهو القلب عندها ثلاثة ديال القلوبة. و فريمون الكسكسو ديالها زعما بالنسبة لي هو أحسن كسكسو كليت، هو ديال الأخطبوط. Today I'm making couscous with octopus. Now we're cleaning the octopus. We're taking off the hearts. Octopus has three hearts. And taking off the eyes and cleaning. We wash it many times. This is the head of octopus. Now it's clean. It's washed many times and it's very clean. And for the octopus, it has something inside. We have to remove it. We put inside our finger and then we take it off. هكذا كيفاش كنحيدو هذاك بحال الشكل ديال الضفر ولا يمكن هو باش كتاكل، يمكن هو السنان ديالو الاكتوبوس. ها هو تنظف، كنخشيو صبعنا لداخل ومن بعد كنحاولوا نخرجوا حتى ما كيبقى والو. يعني في تونس كيشدوها ويبداو يضربوا فيها، يضربوا فيها بالخشب. سي احنا دابا نظفناه ودابا نقدروا نطيبوه. انا من البنات اليوم غنصاوب لكم الكسكسو ديال الاخطبوط. اول حاجه عندي لاصوص طوماط، عندي كونسونطري ديال الطوماط، معجون الطماطم، عندي هنا شويه التحميره حاره والملحه وتحميره حلوه. في الاخر للتزيين غندير الحمص، عندي ديجا واجد. الا بغيتو نتوما يعني تحطوه تبيتو ومن بعد تستعملو، انا هذا عندي ديجا واجد. وعندي شويه ديال القرنفل غنسم به الكسكسو، وفي الاخر غنوريكم العطريه اللي غندير الكسكسو. هادو غير الحوايج الاولين. وهي عندي الاخطبوطه كبيره. اول حاجه كندير الزيت سخن، ومن بعد كنحطها الفلفله كنقليها، ومن بعد كنحيدها ملي كتقلى وكنحطها حتى للخر باش كنزين بها. والفلفلة حليتها ودبت فيها شويه الملحه. هاي دابا كتقلى، ملي غنحيدها نفس الزيت غنستعمل فيها الاخطبوط غنحطي فيها. كنا قلينا فيها الفلفله والاكتوبوس، غنزيدو على تقريبا شي 4 معالق ديال زيت البلديه، زيت الزيتون. وي ويل اد اوليف اويل تو ذا اولد اويل، the one we use to fry the octopus and the pepper. Now we will add onion. Okay.
نقليو شويه البصله في نفس الزيت اللي قلينا فيها الاخطبوط والفلفله، غير زدنا عليها شويه ديال زيت الزيتون. دابا غنحيدو القرنيطه، هي حدات واحد اللون زوين والشيب ديالها زوين، وغنخليوها حتى نديرو لاصوص و 15 دقيقه حتى كتقلى كلشي، ومن بعد كنرجعوها. Now you can see the color, it's so nice and the shape it's beautiful. Thank you. دابا غنضيفو معجون الطماطم على البصله اللي قلينا. We will add tomato paste. Almost like three big spoons, like soup spoon. تقريبا نقولوا ثلاثة ديال المعالق كبار ديال معجون الطماطم، وغنمرقوا بالماء طايب، وغنزيدوا شوية العطرية. هنا دابا كنقليو فيها شوية، and then we will add like almost like 5 minutes. We will like leave it to for 5 minutes, and we will add very hot water, almost like 1 liter of water. بعد ما غلى الماء تقريبا نقولوا 15 دقيقة، دابا غنضيف هذيك الأخطبوطة الأولى اللي بحال الوردة، وغنضيف الرجلين ديال الأخطبوط الاولى، وحده جوج ثلاثه، والباقي خليته لوصفه اخرى ان شاء الله. I add some octopus, and then after I left the water to warm up the sauce, after 15 minutes I add the octopus. اوكي، بعد ما غلى الماء لاصوص غنضيفو هاد البصله الصغيورين لي شالوت، كيعطيو طعم غزال وكيبقاو صاينين في التزيين، يعني ماشي كنقطعوهم، كنخليهم هكداك صاينين. وي ويل اد ذا اونيون ذا شالوت، ذاتس ات، وي ليف ات. غنحطو البطاطا واللفت، اللفت راه كتنسم يعني ماشي غناكلوها، غير كتعطي النسمه ديالها. دابا غنحيدو الكسكاس، باش غنضيفو الخضره ديالنا. نضيفو الكرام، ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت باش تطيب، والطريقه التونسيه ديال تفوار الكسكسو كيدار مره واحده، تقريبا نقولوا هكذا 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. غنحطوا القرنفل، نقولوا تقريبا 4 ديال العوال بحال هكذاك، ودابا نسردوه شويه بالماء. باش نديرو يتبخر، we will add some water. And we pour it to evaporate. هاو الكسكسو وجد، حطيت له الفلفله اللي كنت قليتها، وزدت له الحمص في الاخر.